السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما كان المأمون ابن هارون الرشيد صبيا، ضربه معلمه بالعصا من دون سبب، فقال المأمون: لما ضربتني؟ فقال المعلم: اسكت. وكلما سأله المأمون: لما ضربتني؟ قاله المعلم: اسكت. مرت السنين، وبعد أكثر من 20 سنة تولى المأمون ابن هارون الخلافة. فكان أول ما قام به من الأعمال أن استدعى هذا المعلم، فسأله وقاله: لما ضربتني عندما كنت صبيا؟ فابتسم المعلم وقاله: ألم تنسى؟ قال: والله لم أنسى. فقال المعلم: حتى تعلم أن المظلوم لا ينسى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. فالحذر، الحذر من الظلم.